في البلبيشن بقى يا جماعه في عندنا روتين بلبيشن وغير الروتين البلبيشن حاجه اسمها كرايل ولا هايز ميثود. فاحنا طبعا خلينا ايه في اللي علينا اللي هو ايه الروتين بلبيشن اوف ثايرويد جلاند. الروتين بلبيشن اوف ثايرويد جلاند يا جماعه معظم الحاجات معظمها بس مش كلها بتتجاب من ورا العيان فتيجي تقف من وراها. وعشان تحس كويس انك تكون اكستندد والستيرومستويد ستريتش والسكين ستريتش ولا هتحس احسن لو انا عملت فليكشن للنك فليكشن وبقى الستيرومستويد ريلاكسد والسكين ريلاكسد عارف يا جماعه البلبيشن عكس الاسبكشن. انا عشان احس كويس دايما بميل راس العيان ناحيه الاكزامينشن. عايز احس حاجه قدام اميلها قدام. طب عايز احس حاجه شمال اميلها شمال. طب عايز تحس حاجه يمين اميلها يمين. فتوريلاكس الاستراكشرز واحس بالريلاكس الاستراكشرز ميل راس العيان ناحيه الاكزامينشن ماشي. وانا واقف بقى من ورا العيان هتعمل ايه؟ هزار طبعا يعني كانك بتخنق العيان. مش انت لو خنقت واحد بتعمله كده؟ هو ده اللي هيحصل. اسمها ايه الصوره دي؟ صم. التو صمز تحطهم في الميد لاين بصيوا ليه. والبالمر اسبكت اوف ذا فينجرز تحطهم في الميد لاين انتيرو. على فكره طبعا لازم راسه مايل بس انا عشان نصور وتشوفوا كويس اهو. فكاني بخنقه اهو. التو صمز في الميد لاين بوستيرولي البالمر اسبكت اوف ذا فينجرز في الميد لاين انتيرولي و بالظبط بالظبط تحط ديك فين في الميد لاين انتيرولي. ما الميد لاين انتيرولي يعني ممكن احط ده هنا او هنا او هنا او هنا. تحطها اوطى ما يمكن في الميدل لاين. مين اوطى ما يمكن ده؟ سوبرا ستيرنال نوتش. فصعب حاجه يا جماعه متقابله في الميد لاين انتيرولي في السوبرا ستيرنال نوتش. وبعدين واحنا بقى بنحس ثايرويد جلاند هنقسمها لاربع مناطق. ايه المنطقه اللي انا بحسها في الميدل لاين دي؟ باي كومبريشن اند روتاتري موفمنت اهو بتعمل كده. بتحس في الميدل لاين بتحسوا عليه منطقه الثايرويد جلاند؟ الاسمس ولا التو لاترال لوب؟ ولا اللور بوردر؟ طبعا اكيد بحس الاسمس ماشي. طب بعد ما حسيت الاسمس حط ديك كده اهو. يبقى انا بحس الاسمس ولا اللور بوردر ولا اللاترال لوب؟ اللور بوردر اسفلت. وطبعا انتوا عارفين مغزى الكلمه دي ايه معناها ان اللور بوردر اسفلت؟ اللور بوردر في النك ماشي فل ماشي. طب بعد ما حسيت الاسمس واللور بوردر عندك لاترال لوب يمين ولاترال لوب شمال تبتدي بمين فيهم؟ هو اللي انا راسمها دي حجمهم الاثنين زي بعض لكن لو كان حجمهم الاثنين مش قد بعض تبتدي بالناحيه الاكبر ماشي. انا عايز احس اللوب اليمين يبقى ما راسه قدام ولا لورا؟ يمين لاترالي ناحيه اليمين. واحس بقى اللاترال لوب ده انا مش سعيد انا مش مبسوط ومش عارف احس كويس. عارفين بقى مين اللي هيساعدك ويخليك تحس احسن ما يمكن؟ اليد العكسيه دي. اليد العكسيه دي تضغط على الناحيه العكسيه تضغط على الستيرومستويد والتراكيه واللارنكس كده هيحصل ايه للبويتر؟ هيبقى شيفتد ناحيه اللوب اللي انا بحسه واحسه في منتهى الجمال. فعلى فكره انت اللي حاسسها كويس مش الايد اللي انت بتحسها دي اللي خليها اوضح ما يمكن الايد العكسيه. واللي اتعمل على اليمين لازم تعمل على اليمين على الشمال. هتبين راسه العيان شمال ولا يمين؟ شمال ناحيه الاكزامينيشن شمال. ايد تضغط وايد تحس
ماشي. حسيت بقى شفت ايه يعني. طبعا اتاكدت ان انت مش احول. ازاي؟ الانسبكشن اللي انت شفته بتاكد من 8 اس وبتاكد من الايدج. فتاكدت يا جماعه من 8 اس ان ذا فعلا سنجل سويلنج ان ذا لور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك بترفلاي ان شيب هاز ان نودولار سيرفيس اباوت 10 باي 6 سنتيمتر وذ ذا لونج اكسس فيرتيكال. واتاكدت من ال 8 اس كلهم بدول. ماشي. هنزود بقى على ال 8 اس مبدئيا كمان حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ 2 تي. ايه ده؟ الدورسال اوف ذا فينجرز. بتحس ايه؟ سكن تمبريتشر. سكن تمبريتشر هنا بقى تحت يعني؟ لا هنا. عشان اعرف ايه هو النورمال سكن تمبريتشر. وبعدين اقارن بقى بهنا بالابنورمال. احسن تكون المنطقه دي فيها هوتنس. لانها لو هوت تبقى حاجه من اثنين. يا انفلاميشن يا هاي فاسكولاريتي. فيبقى اول تي تمبريتشر. تقارن الاول بالفور هيد اللي هي حته نورمال عشان اعرف ايه هو النورمال سكن تمبريتشر. ثم قارنها بالحته اللي فيها الديزيز. التي التانية بقى وانت بتحس الجويتر. طلع طلع كده على وشه. طلع طلع على وشه بتشوف ايه؟ تندرنس. تندرنس. وشه بقى يعطي يعمل يعني. يبقى تندر على طول بتوجعه. يبقى الاتنين تي يا جماعة. ال تمبريتشر والتندرنس. ماشي. طيب بعد التندرنس والتمبريتشر يا سم يا سم دي بقى اكتب لي انجلش كلمه يا سم تطلع لك ايه؟ سي اي ام. ايه سي؟ كونسيستنسي. ال اي ايدج. ال ام موبيليتي. consistency edge mobility. يبقى احنا البالبيشن اتاكدنا من 8 اس وزودنا عليهم ال 2 تي وهيزيد بقى الكلام دلوقتي ايه؟ ثلاث حاجات. consistency edge mobility سي ام اللي هي لو حطيت كده ورا بعض تطلع لك كيس ام. بص كده ايه الكونسيستنسي دي بقى؟ الاحساس بتاع شفتك والاحساس بتاع الكارتلج اوف ذا نوز والاحساس بتاع البون اوف ذا فور هيد. لو انت حسيت حاجه اللي هو زي شفتك بيتقال عليها سوفت انكونسيستنس. سوفت طريقه. طب الكارتلج فيرم انكونسيستنس. يا دي جامده قوي. هارد انكونسيستنس. فسوفت فيرم هارد انكونسيستنس. طبعا العياد هون بشوف بقى كونسيستنس سوفت ولا فيرم ولا هارد تحت كده. طبعا الفكره اللي قلقني جدا لو لقيت الجويتر هارد انكونسيستنس. لا للاسف الهارد ده خاصيه لمين؟ مالجنس. بقى كده يا جماعه لازم نشوف الايدج. الايدج ده بقى يا جماعه احنا طبعا شفنا اللور ايدج. شفتها بايه؟ بالحته دي. اسمها ايه الحته دي؟ السؤال اسمه ايه؟ اندكس. اندكس. طب البوردر دي منه اسمها ايه؟ ميديا. دي البوردر اللي ناحيه الراديوس. بيتقال عليها الراديال بوردر. اوف ذا اندكس فينجر. فانت شفت اللور بوردر انها ايه؟ او اللور ايدج انها محسوسه. طب ما تشوفي كمان برضو بالراديال بوردر اوف ذا اندكس. اللاترال بوردر والابر بوردر والميديا بوردر. وطبعا البوردر ده هي ويل ديفايند بوردر. لانها لو ال ديفاين ومعاها كمان هارد كونسيستنسي تبقى دي الخاصيه المشهوره للماليجنسي. بقى كمان طبعا يا جماعه لازم نشوف الموبيلتي اوف ذا سويلنج. لا طبعا يا جماعه من الحاجات اللي تهمك جدا لو السويلنج يا جماعه فيكسد في السيرام ستراكشر. دي برضو خاصيه لمين؟ مين اللي بيعمل انفلتريشن للسيرام ستراكشر ويبقى فيكسد؟
برضه مالجنس. فلازم اشوف الموبيلتي اوف ذا سويلنج عشان اشوف ده فيكسد في السيرام ستراكشرز ولا ماشي. ويبقى يا جماعه البالبيشن بتاعنا لحد دلوقتي بتاكد من 8 اس زائد ال 2 تي التمبريتشر والتندرنس زائد كونسيستنسي ايدج موبيلتي ماشي. من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنقولها في 8 اس للسبيشال ساينس صح؟ ايه بقى السبيشال ساينس تهمك في ايه؟ مش احنا كنا في الانسبكشن بنشوف البلسيشن؟ طب ما تشوفها بقى بايديك، تحط ايديك كده كلها على الجويتر اهو وتشوف الجويتر تحت ايديك بلسيتنج ولا لا؟ طبعا كلكم اشتياق عشان تعرفوا ايه بقى؟ البلسيشن اللي تحت ايديا دي اكسبانسايل يعني هايلي فاسكولار وتشخص لك التوكسيستي ولا دي جاست ترانسميتد بلسيشن من الكومن كروت؟ افرق ما بينها ازاي؟ اعمل ايديك كده. لو ده سويلنج اهو يا جماعه بيتمدد في جميع الاتجاهات يعني اكسبانسايل. لو انا حطيت صوابعي هنا على السويلنج هتلاقي صوابعك هيحصل فيها ايه؟ بتبعد عن بعض في جميع الاتجاهات صح؟ يعني بيبعدوا عن بعض اهو فورورد ولاترال. لكن يا جماعه لو ده ترانسميت بلسيشن وانت حاطط صوابعك هتبص تلاقي صوابعك بيحصل لها ايه؟ بوش دي ان وان دايركشن. البلس يزق السويلنج لقدام وصوابعك بتتزق لقدام بس. فلو صوابعك يتزقوا ان مور ذان وان دايركشن كده يبعدوا عن بعض يبقى ده اكسبانسايد. وان دايركشن يبقى ترانسميتد من الكربون. وحط ايديك بقى هنا كده على الجويتر وركز. هل صوابعك بوش دي فورورد ولا فورورد اند اواي؟ فورورد واواي تبقى دي على طول الاكسبانسايد بلسيشن ده هايلي فاسكولار يشخص لي السايتوكسكوزيس لان السايتوكسكوزيس بيكون هايلي فاسكولار او في النوادر فاسكولار تيومر في حاله المالينسي. العيان ده هو برده يا جماعه من الحاجات المهمه هو انا حاطط ديت غير البلسيشن اكيد هقول له ابلع ريقك عشان احس بدايه ايه؟ الموفمنت ويز ديجلوتيشن. وكمان حاجه مهمه قوي انا يا جماعه بعض الحالات احط صباع هنا كده الله 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 ده في حاجه جوه بتزن تحت ايديا. ايه اللي بيزن ده وبيجري تحت ايديك؟ انا حاسس بايديا الدم وهو بيجري جوه الثيرويد. معقول يا جماعه تحس الدم وهو بيجري جوه الثيرويد؟ تبقى دي اكيد هاي فاسكولار صح؟ طبعا يا جماعه في حالات السايتوكسكوز بيتفتح ارتيريو فينوس شانس ما بين الارتريز والفينز مباشره فالدم بيبقى بيجري بكميات فظيعه وزي السيروم جوه تحسه كا سريل. فكلمه سريل يعني ده انا حاسس الدم هو بيجري وبيزن تحت الدايه كده ودي ما تحصلش غير في هايلي فاسكولار ثايرويد بتاعت السايتوكسكوز. العيان ده هو يا جماعه بعد ما شفنا له السريل لازم نشوف له اذا في السبيشال ساينس ثلاث حاجات مهمين جدا. ابلع ريقك ديلوتيشن والبلسيشن اكسبانسايل ولا ترانسميتد والسريل ماشي. احنا اللي احنا عملناه ده كله طلع نزل على فكره انا بعمل سويلنج اكزامينشن ال 8 اس وال 2 تي ويا سم ما طلعتش بره الموضوع. مفيش حاجه ناقصاك في ال 8 اس. طبعا في حاجه مهمه جدا ناقصاك الا وهي الحاجه الحاسمه الفاصله القاطعه اللي تشخص لك كلينيكالي ده بي 9 ولا مالجنانت جويتر. اعرفها ازاي؟ يتميز المالجنانت جويتر بالانفلتريشن وبالتالي المالجنانت جويتر لو عمل انفلتريشن مش هيبقى فيكسد في السراوند ستراكشر وهيأثر على السراوند ستراكشر. فطبعا يا جماعه النقطه الفاصله والقاطعه ما بين البناير والمالجنانت الريليشن تو سراوند ستراكشرز ودول اربعه عشان ما تنساهمش مش عايز يظهر.
دول اربعه تاخدهم من بره لجوه عشان ما تنساش حاجه. تقعد تقول له حاجات كتيره وبتاع مش عارف ايه احلى من بره لجوه. هو مين السلام استراكشر؟ سكن اكيد سكن واكيد مصر اليمين استعمار مصري وخش جوه شويه التراكيه وعلى البوستيرو سيرفيس اوف ذا جلاند بالظبط في الكومن كارد. فمن بره لجوه حسب الاناتوم سكن استيرن مستويد تراكيه كومن كارد. في ثلاثه منهم هيتشافوا من ورا العيان وانا واقف عادي جدا، وفي واحده هنأجلها لما اطلع قدام العيان اللي هي التراكيه. وعشان ما ننساش حاجه بقى ناخدها من بره جوه. بص بقى كده، لو وهدان عمل كده، وهدان لما بيقرص كده الجلد يعمل بينشنج للسكن من فوق الجويتر، يبقى الجويتر ده فيكست في السكن ولا لا؟ اكيد لا. The swelling is not fixed to the skin. على فكرة relation to skin يا جماعة بتتشاب بطرقتين، بالبنشنج أو السلايدنج. أما زحلق كده الجلد فوق السويلنج، بزحلق الجلد هو فوق السويلنج، يبقى السويلنج ده ما نتشاب to the skin ولا لأ؟ برضو لأ. فبنشنج أو سلايدنج. بعد relation to skin عايزين مين؟ relation to sternomastoid أمام رأس العين يمين ولا شمال؟ ناحية الإكزامينيش. فأنت عايز تفحص السيرموستويد الشمال يبقى أمام رأسه ناحية الشمال، فأديك أهو لازم فوق رأسه تبين لها. وإيه رأيك كده بقى لو عملت بنشنج للسيرموستويد الرأس دي كده كلها وحركت السيرموستويد؟ بتتحرك السيرموستويد فوق الجويتر ولا لأ؟ بتتحرك. يبقى السيرموستويد دي فيكسد في الجويتر ولا مش فيكسد؟ مش فيكسد. The swelling is not attached to سترموسفر. اللي اتعمل على الشمال يتعمل على مين؟ ايديك فوق راسه تبقى لها ناحيه الاكزامينيشن. والسترموسفر دي هي كلها دي كبيره قوي يا جماعه اهو كده. على فكره عشان انت مبتدئ ما تعرفش فين الاسترموسفر، هو انت بتمسكها كده الصم والاندكس فينجر، الاندكس فينجر والميدل فينجر من قدام والصم من ورا، تحط الصباعين اللي قدام دول اللي هو الاندكس والميدل في السوبرا سترمال نوتش في الميدل لاين، وتجيب ايدك كده هون لاترال. شايفين ايدك لاترال اتحشرت على مين؟ على الاسترنال هيب اوف سترموسفير. اللي ورا دي بقى ورا خالص خالص خالص، ورا خالص خالص في حته اسمها البوستيرو تراينجل وزنك. ويبقى دي كلها على فكره الاسترموسفير، وحركها كده هون فوق الجويتر وديك راسه اهم حاجه مايلها. ذا سويلنج از نوت اتاتشد تو سترموسفير. بعد السيرموستويد الكومان كاروتا خدتوها دي قبل كده اهو. الكومان كاروتا بالسيشن بتحسسه نورمالي فين؟ تمام راس العين ناحيه الاكزامينيشن. ونورمالي الكومان كاروتا بتحس على الانتيرو بوردر وفي السيرموستويد. وزي ما انتم عارفين طبعا بيتحس بوستيرولي على عظمه اسمها كاروتيد تيوبريكل اللي عباره عن الانتيرو تيوبريكل اوف سي 6 فيرتبرا. ده النورمال. لو انت مش حاسه، لو انت مش حاسه دور عليه تلقاه. يا دور عليه تلقاه ده بقى ارجع ورا شويه، لو ما لقيتوش ارجع ورا شويه، لو ما لقيتوش ارجع ورا شويه. في بعض حالات الجويتر يا جماعه ممكن الاقي الكومن كاروتيد ديسبليسد باكورد. بالمناسبه لو جويتر displaced backward and of equal volume تتفائل ولا تتشائم؟ كاروتا shifted backward and of equal volume benign ولا malignant جويتر اللي يعمل الحركة دي؟ benign. برافو عليك. لكن لو لقيت في جويتر الكومان كاروتا in place اهو انا حاسه على انتيرو بوردر في السيرموستويد but of weak volume، طب ودي انا هعرفها منين؟ بمقارنتها للناحيه الثانيه. لو كاروت امبليس اند اوف ويك فوليوم دي تبقى اللي عملها دي بناين ولا مالجنت؟ دي حاجه اسمها بيريز ساين كاركترستيك فور مالجنت جويتر. وطبعا كنت قلتها لكم في الاناتومي، كنت قلتها لكم في الاناتومي الكومان كاروتد لو كده واللاترال لوب اهو كده. بص من جنب البناين جويتر يكبر 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 يعمل ايه؟
ديسبليس الكوماك نوت باكورد بس الفوليوم بتاعه طبيعي. لكن المالجنانسي بيقول للكوماك كاروت ايه؟ المالجنانسي يقول للكوماك كاروت خليك مكانك يا حبيبي. انا مالجنانسي بطلع بره الثايرويد انفلتريت وحوط الكوماك كاروت واضغط عليه. فاللي حوط الكوماك كاروت بيضغط عليه ده يبقى مين؟ مالجنانسي. فكاروت ان بليس اند اوف ويت فوليوم يبقى ده على طول مالجنانسي. ويبقى اذا دول يا جماعه الثلاثه ريليشن تو سيرفنت ستراكشرز اللي من ورا. The swelling is not attached to the skin, not attached to the sternocleid. The common carotid in place and of equal volume. لو قلت in place and of equal volume ده طبيعي. ماشي. اخيرا بقى ما تنساش من ورا العيان تختم بال lymph node. هدول التركيه حط فين؟ لاص دي من قدام العيان. ايه بقى الليمف نود اللي انت لازم تفحصها؟ نماي راس العين في الاكزامينشن واعمل وامسك كده الاسترنوماستويد واعمل كومبريشن اند روتاتوري موفمنت على الابر بارت والميدل بارت واللور بارت اوف الاسترنوماستويد. اصل يا جماعه ريسنتلي احنا بنقسم الاول الليمف نودز اللي اسمها سيرفايكال ليمف نود اللي اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود. الديب سيرفايكال ليمف نود يا جماعه بتقسم لابر ديب سيرفايكال وميدل ديب سيرفايكال ولور ديب سيرفايكال. الابر ديب سيرفايكال دي بتتفحص ايه؟ على الابر بارت ستيرنوماستويد مش حاسس حاجه. وفي النص الميدل بارت ستيرنوماستويد بعمل رولين مش حاسس حاجه. اللور ديب سيرفايكال دي بقى مختلفه. هي بعمل نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده. بس على فكره اللور ديب سيرفايكال دي فيها ليمف نودز متبحتره هنا اهو. ليمف نودز هنا متبحتره في السوبرا كلافيكولار فوسا اسمها السوبرا كلافيكولار ليمف نودز. فيبقى اللور ديب سيرفايكال دي تفحص في مكانين ديب تو ستيرنوماستويد و السوبرا كلافيكولار ليمف نودز اللي بتفحص كانك بتدلك كده العيان في السوبرا كلافيكولار فوسا اهو وايديك الاثنين بتعمل الكومبريشن والروتاتوري موفمنت. ماشي. ويبقى احنا من ورا العيان الروتين بالبيشن فحصت كل الثمانية اس وزودت عليهم اتنين تي وياسم وما ننساش السبيشال ساينس واهم حاجه عشان تحكم ما بين البراين والمالجنان الثلاثه ريليشن سيرون ستراكشر سكن والستيرنوماستويد والكومن كاروتيد. وبنختم بالليمف نود ابر وميدل ولور ديب سيرفايكال. ولور ديب سيرفايكال في مكانين lower part sternomastoid and the supraclavicular. تعالي بقى قدام العيان. عايز تيجي قدام العيان ليه؟ حمايل بقى مني كده شويه عشان ما اخبيش على زمايلك. بس. باجي كده بقى قدام العيان عشان زي ما خدته في الموديول بتاع الشيست. بدال اثنين بحطهم في السبرا سترنال نوتش. بتشوف ايه؟ الود التراكيا سنترال ولا لا؟ لان على فكره يا جماعه سهل جدا ان انت تلاقي التركيه اللي فاكر شيفتت وان سايد لان معظم الثايرويد جلاند بتكون اللارج بتاعها اسيمتريكال. اسيمتريكال يعني ممكن لوب كبير ولوب اصغر يبقى ده الريجولار اسيمتريكال جويتر. اما يبقى الجويتر يا جماعه بالمنظر ده تتوقع التركيه فين؟ التركيه اكيد شيفتت ناحيه اللوب الاصغر. فتشوف التركيه دي سنترال ولا لا؟ لان على فكره البناين جويتر يعمل displacement and compression of the trachea لكن المالينت جويتر يعمل ايه في التراكيه؟ يتغلغل وينفلتريت ويبقى فيكست التراكيه. طب انا اعرفها بقى السوينج ده فيكست التراكيه ولا لا ازاي؟ بيتشبه يا جماعه الجويتر بالنسبه للتراكيه زي الخرزه في حبل. ايه اشهر خرزه عندنا كمسلمين؟ السبر. وده الحبل بتاعها. على فكره الخرزه تقدر تحركها على الحبل فيرتيكالي ولا هوريزونتالي؟ الاثنين. الخرزه مش اتاتشد للحبل فاقدر ازحلق الخرزه كده فيرتيكالي وهوريزونتال. وده بقى اللي انا هعمله وانا واقف قدام العيان. اروح ماسك الجويتر ده
اهو واروح مثبت السيرويد كارترج اللي نازل منها التراكيه واحرك الجويتر ده فروم سايد تو سايد. احرك الجويتر على التراكيه فروم سايد تو سايد. طبعا تبقى كارثه لو لقيتهم بيعملوا كده. بحرك الجويتر بتتحرك التراكيه بالسيرويد كارترج فيكس الانفلتريشن وماليجنت زي ما شفت الهوريزونتال موفمنت. بس انت لازم انت مثبت كده السيرويد كارترج لازم بقى تمسك الجويتر وتحركه فيرتيكال اوفر ذا تراكيا. انت عارف انت بتعملها ازاي؟ صباع بزق صوابع بتروح عامل كده. فانت بتزق عند اللور بوردر تلاقي الابر بوردر بتحرك وازق عند الابر بوردر الاقيها نزلت على اللور بوردر كده. طبعا السويلنج اللي فيرتيكال وهوريزونتال موبايل اوفر تراكيا يبقى مبروك ده مش انفلتريشن. بعد ما شفنا الكلام ده هو يا جماعه من قدام العيان اللي هي سنتر والفيرتيكال والهوريزونتال موفمنت نفس النهايه اللي انت لقيتها ورا تنهيها لي قدام النهايه السعيده دايما الليمف نود. في هنا اي ليمف نود بتحس من قدام الاسمس اوف سايد جلاند الليمفاتيك درينج بتاعه الابر هاف طالع لمين؟ للبريلارينجر. واللور هاف بتاعه رايح منين؟ للبريتراكيال. فحصت بقى البريلارينجر والبريتراكيال ليمف نود بتحسوا زي دول بالاندكس والميدل فينجر. والليمف نود دي على فكره على الكارتلج هنا هون دي اسمها سيرويد كارتلج وتحتها في كريكويد كارتلج وما بينهم في ممبرين اسمه كريكو سيرويد ممبرين. البريلارينجر دي على كريكو سيرويد ممبرين اهو. بص بتعمل كده على الشمال وتقلب يدك تروح عامل كده على اليمين اهو كده وكده. تبقى دي الليمف نود اللي قدام اللارينكس وقدام الكريك وسيرود ممبرين اللي اسمها بري لارينجال. ماشي. طب حس لي بقى قدام التراكيه اسمها ايه الليمف نود بقى اللي قدام التراكيه دي في السوبرا ستيرنال نوتش البري تراكيال ليمف نود. فانت من ورا العيان بتحس الابر والميدل واللور ديب سيرفايكال ومن قدام بتحس البري لارينجال والبري تراكيال ليمف نود. ويبقى ده الروتين بالبيشن اوف ثايرويد جلاند. تاني ريفيجن سريع من ورا العيان حسيت ايه؟ كاني بخنوق اسمس واللور بوردر ثم لوب يمين ريدي بتضغط و ريدي بتضغط واللوب الشمال. شفت ايه؟ بشوف ال 8 اس وال 2 تي ويا سم وانهي بالريليشن تو سيرام ستراكشر سكيل استيرنو كاروتد والنهايه السعيده دايما الليمف نود ابر ولور ديب سيرفايكال ليمف نود والميدل سيرفايكال. جيت قدام العيان عشان ثلاثه تراكيه اللي هي سنترال وهوريزونتال وفيرتيكال موفمنت والبري لارينجيال والليمف نود النهايه السعيده بتاعتنا كالمعتاد. ويبقى ده اللي اسمه روتين بالبيشن.